عندي بحال ما دوام. بعد محمد اجي الرحمن. يا سلاح على بدك على بدك هدي احمد. يلا هدي بدك هدي وزنك يا ابو 70 كيلو يا ابني عامل رجيم. اهلين وسهلين ابو مستو. اهلين وسهلين. شلحوا فرحان. رح شلحوا مرتين على مهلك. اهلين وسهلين ابو مستو. تفضل. مرت عمي هاي الأمانة وصلت لعندك صار سليم. يسلموا يديك وعشانك. مرت عمي أنا عندي رجلي بدك شيء؟ سلامتك. مع السلامة. سلميني على سمور. الله يسلمك. روح يسار. أمي؟ نعم. أنا رايح عند تيسير مشان نروح ندور على شغل سوا، بدك شيء؟ سلامتك. على خاطركم. مع السلامة. يا أهلين وسهلين بأبو مستو. نورت وشرفت. إيه ها؟ من زمان. صار لك زمان ما زرتنا، مو هيك؟ يعني من أيام المرحوم. أهلين. أهلين يا أم أحمد. إيه. اسأل الله. الله يرحم جوزك وأيامه. ايه سالله سالله ايام ما كنا نسهر عندكم ونلعب طاوله والطعمين الرز بحليب والهيلطيه. ايه شو هالحكي يا ابو مستون؟ انت الخير والبركه. منين يا ام احمد؟ تختخت وعلى شوي ببرق بالفرشه. سلامتك. انت مزوده وراخي بدان هيك ها؟ روح تفتل اعمل زيارات. منين يا ام احمد؟ ركبي ما عاد تعيني وبدني ما عاد لقيان، بس هلا الله يرضى عليه ابني ابو معروف الوسطاني سليم باعت لي فيزا لروح على السعوديه زوره واعمل العمره وزور قبر المصطفى عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ايه ابو مستو امتى انت مسافر بالسلامه؟ يعني شي 10 ايام زمان. ان شاء الله تروح وترجع بالسلامه. والمختره انا عوفت يا ام احمد وخبلت هون يلاقوا حدا بدالي. ايه حاجتي؟ صار لي 40 سنه مختار. ايه مو حاجه. فيك الخير والبركه ابو مستو. يعني في حدا معين بدك تسلمه محله؟ لا هاي الشغله متروكه لاهل الحاره. ليش ام احمد لازمك شي؟ عندك شي معاملة؟ لا أبو مستو أنا مالي غرض معين، بس فكري استشيرك. يعني شو رأيك مين بينفع أكتر شي بالحارة ليكون مختار؟ كل الناس خير وبركة. أي واحد فاضي وقلبه على العالم وباله طويل. بعد قهوتك سكر زيادة؟ لا يا أم أحمد الله يرضى عليك. لا قهوة ولا شاي. مناني الدكتور عن كل شي وبدني بعد لقيان. بدي ارجع بسرعة على فرشتي. القعدة ما بتوقتيني. بس فهميني ليش بعتي وراي؟ لولا معزتك ومعزة المرحوم يا أم أحمد ولولا هالشباب ما عملوا لي همي وحملوني الله وكيلك حمل ما كنت طلعت من فرشتي منوب. ايه حكيلي شو القصة؟ القصة يا أبو مستو أنا عندي إلك مختار يحل محلك ومقامك محفوظ. قلت قبل ما أقول لحدا بدي أقول لك وشاورك. بعرفه؟ مين؟ حزير الحش لك اسم. يا أم أحمد قلبي ناطف ونفسي داء هلأ جاي تحزريني؟ أمين قنصيني قولي بدي أرجع على فرشتي. شو رأيك؟ شو رأيك تسلمني المخترة؟ شو؟